بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان نظرية طالس للسنة الرابعة متوسط بيام 2010. إذن لننطلق على بركة الله. قال: في الشكل المقابل عندنا بي سي يوازي او اف. لاحظوا جيدا، ها هو الشكل أمامكم. إذن قال بي سي، ها هو بي سي يوازي لنا ماذا؟ او اف، ها هي امامكم او اف، هذا مستقيم يعني هكذا. عندنا قال احسب الطولين اف سي، لاحظوا اف سي اللي هو هذا، والطول الاخر ما هو؟ هو او اف. او اف يعني عندنا لو نقول ها هو، مع العلم أن أبنائي أعطيت لنا بعض الأطوال، يعني عندنا هذا له علامة استفهام يعني لا نعلم قيمته، وهذا علامة استفهام أن لا نعلم قيمته يعني طوله، هذا الطول معنا. لكن هنا أعطيت لنا بعض الأطوال، من بين الأطوال أعطيت لنا أ أ، ركزوا أ أ اللي هو هذا الطول كم؟ أعطي لنا يساوي لنا 2، وأعطي لنا طول آخر، لاحظوا أبنائي، وأعطي لنا الطول الآخر اللي هو أو بي، ها هو أمامكم أو بي. إذن أو بي كذلك أعطي لنا اللي هو 3. إذن بما أن أعطي لنا هذا الأو بي والأ أو، فإن هذا الطول يصبح هو مجموعهم، يعني يصبح لنا أ بي أكيد يساوينا ماذا؟ يساوينا 2 + 3 اللي هو 5، يعني هذا الطول زائد هذا الطول يعطينا 5. كذلك أعطينا طول آخر اللي هو أ إف. أ إف هذه الأطوال يعني نضعها أمامنا حتى لما نبدأ في العمل نأخذ منها، تصبح لنا كم؟ 4. وأعطيت لنا طول كذلك اللي هو أ بي سي. بي سي ها هو تلك الطول باللون الأحمر، كم يساوي؟ يساوينا 7. ثم قال احسب الطولين. اذا هنا ننطلق نقطة بنقطة، نقول ابنائي حساب الطول. اولا ننطلق بالطول الاول، حساب الطول اف سي. هنا ابنائي اكيد عندنا نظرية طالس، بما ان اعطيت لنا اشياء يعني بي سي يوازي او اف. اذا نقول لاحظوا جيدا، بما ان في المثلث، ما هو المثلث أبنائي؟ المثلث الكبير هذا اللي هو A B C، ها هو. إذن بما أن في المثلث A B C، ماذا عندنا في هذا المثلث؟ نملك بما أن في المثلث A B C، ماذا عندنا؟ عندنا أن B C يوازي ماذا؟ يوازي E E F. هذا أعطيت لنا، هم ما قالوا في الشكل المقابل، لأنه يعني الشكل هنا لشكل مثلث. فماذا تقول عندنا تلك النسبية التي درستموها في نظرية طالس؟ ألم تقول يا أبنائي أن الطول هذا الطول اللي هو A F هذا على A C يساوي ماذا؟ يساوي لنا A E هذا على هذا اللي هو A B، ركزوا أبنائي هذه كله درستموها، ويساوي لنا ماذا؟ ويساوي لنا A E اف او على ماذا؟ على سي بي بهذا الترتيب، بهذه البساطة. هذا الشيء الذي درستموه يا أبنائي. إذا نقول ماذا؟ نقول أ أو أ اف، إذا أ اف هذا على هذا هو أ سي يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا أ أو أ E. لاحظوا جيدا نقطة بنقطة أبنائي، على ماذا؟ على هذا الطول اللي هو A B، ركزوا أرجوكم، ويساوي لنا ماذا؟ ويساوي لنا F F E F E، لاحظوا على ماذا؟ على هذا الطول اللي هو C B C B. هذه هي النسبية التي درستموها
حسب نظرية طالس. لماذا؟ لأن أعطيت لنا هذه العلاقة أنهم متوازيان، إذن هذه العلاقة نحتفظ بها. الآن بما أن أعطيت لنا هذه وقد تحدثنا وقلنا هذه النسبية أنها موجودة حسب نظرية طالس، الآن ما علينا إلا التعويض لإيجاد بعد، ثم نستنتج باقي الأبعاد الأخرى. لاحظوا جيدا، انظروا أمام أعينكم، ها هي العلاقة، وتعالوا يا أبنائي نعوض كل طول بما يساوي حتى تلاحظوا بأمه. آف ها هي طولها، انظروا كم، 4. إذا نكتب هنا 4، ركزوا أرجوكم فقط. آسي لا نملك هذا الطول أصلا، لا نملكه، بالرغم هو طلب منا أن نحسب ماذا، أن نحسب اف سي، انظروا اف سي هذا هو المطلوب، لكن لا تتعجلوا. يساوي لنا ا ها هي طولها كم، 2، على ماذا، على ا بي، ها هي الاب، انظروا جيدا اللي هي كم، 5. يساوي لنا اف ماذا، اف هو مطلوب، نتركه كما هو، هذا نتركه كما هو، على ماذا، على سي بي، سي بي ها هو طول، يبقى طول لأن الطول قيمة مطلقة. كم يا أبنائي؟ هو 7. الآن يمكن أن نستغل جهة التي نبحث عليها، نحن أن نبحث عن الطول ماذا؟ الطول الذي نبحث عليه اللي هو اف سي، إذن هنا نكتب ما زلنا مع اف سي. لاحظوا أبنائي، ما رأيكم أن نأتي إلى هذا الجزء لوحده فقط، اللي هو 4 على آ سي يساوي لنا 2 على 5. نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين، هذا في هذا ويساوي لنا هذا في هذا، أي ماذا أبنائي؟ أي أن لما نضرب هذا في هذا كم يا أبنائي؟ يصبح لنا 2 آ سي يساوي لنا ماذا؟ هذا في هذا كم يا أبنائي؟ اللي هو 20. ومنه بما أن 2 في آسي فإن هذا الاثنان ينزل إلى هنا إلى هذا المكان، يصبح على 2 ونقوم بمسحه من هذه المكان، فيصبح لنا ماذا أبنائي؟ فيصبح لنا أي آسي أصبح كم يا أبنائي؟ أصبح يساوي لنا 10 بهذه البساطة. الآن بعدما وجدنا الطول الآسي وجدناه يساوي لنا 10، يقول أحدكم أي طول هنا في الشكل؟ ها هو آسي يساوي 10، وهذا يساوي لنا كم؟ 4. بقي لنا هذا، أكيد كلكم تقول نستعمل الطرح، بقي لنا هذا، فماذا نقول؟ نقول يا أبنائي آسي، عفوا، نقول آسي يساوي كم؟ يساوي لنا آسي هذا الطول الكبير يساوي لنا هذا الأخضر اللي هو اف زائد ماذا؟ زائد اف سي، لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب هو هذا، فما علينا يا ابنائي الا نقل هذا الى هذه الجهه وتغيير الاشاره، فتصبح لنا ماذا ابنائي؟ لاحظوا، فتصبح لنا ا سي ناقص اف، بما انها مساويه تساوي اف سي، نحن نملك ا سي، ها هي قيمتها اللي هي كم؟ هي 10 ناقص ال اف، اف ها هي امامكم كم يا ابنائي؟ 4 تساوي ماذا؟ تساوي لنا بما انها مساويه تساوي اف سي، اذا كم تعطي لكم؟ اكيد تعطي لكم 6، ها هي قد ظهر ذلك المطلوب اللي هو ال اف سي. اذا نقول ومنه، ركزوا ابنائي، ومنه اف سي اصبح يساوي لنا كم؟ 6، لم نقل 6 سنتيم، المهم وحدة طول فقط. الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال وقد وجدنا جوابه بهذه البساطة المطلقة، نأتي الآن إلى حساب الطول الآخر. لاحظوا جيدا أبنائي، تابع، قال أحسب الطول الآخر اللي هو ما هو؟ اف، ها هو الطول اف، هذا الطول يريد أن نحسبه. هنا لو نلاحظ جيدا، تعالوا نعود إلى ذلك النسبية التي تحدثنا عليها اللي هي هذه، عندنا قلنا أ أ أ
نحن نملك الأ اللي هو هنا قلنا اثنان، والأبي نحن نملك اللي هي ماذا؟ اللي هي ها هي الأبي قلناها ها هي أمامكم حتى تقول من أين أتى؟ خمسة. والسي بي كم أبنائي؟ ها هي السي بي اللي هي كم؟ هي سبعة. نستغل هذه القاعدة ونقول اف او 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 اف بما انها طول ليس شعاع تبقى كما هي، انها قيمة مطلقة يعني طول. اذا نقول هنا حساب، حساب ماذا ابنائي؟ او اف او ماذا؟ او اف او. المهم يبقى لنا مجرد طول، فماذا تقول؟ نقول لدينا هذه دائما بما انها من نظرية طالس، اصبح لنا اثنان على ماذا؟ على خمسة يساوي لنا اف او على ماذا؟ على سبعة. جداء الطرفين في جداء الوسطين تصبح لنا خمسة اف او، يعني هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا اللي هو كم ابنائي؟ اللي هو اذا هنا في يساوي لنا 14، ومنه اف او يساوي لنا 14 على 14 على 5، وهذا يعطينا كم؟ يعطينا 2 بالآلات 2.8. ها قد وجدنا هذا الطول يا أبنائي بأبسط الطريقة. إذن هنا استعملنا ماذا؟ نظرية طالس اللي هي تقول تلك النسبية فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، وزوروا صفحتين اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.